إذن أسعد الله أوقاتكم، مساء الخير لكل المتابعين لقناة المشاهد تي في ولكل المتفاعلين معنا يعني في هذه الفيديوهات. حلقة اليوم عن كورونا في المغرب بين ثقافة التهويل والخوف وثقافة الفرح. 16 مارس 2020 يوم في تاريخ المغرب، إغلاق المدارس، المقاهي، الحمامات، المطاعم وكذلك قاعات الأفراح والمساجد، والإغلاق التام للحدود وتعليق الرحلات الجوية، وكذلك الدعوة الصريحة إلى بقاء المواطنين المغاربة بمنازلهم لمدة أسبوعين. أكرر هذه العبارة بالدارجة، خص المغاربة يبقوا في ديورهم خلال 15 يوما. كتشوفوا اشنو وقع في الصين والالتزام بيعني التعليمات الدقيقة للسلطات الصينية، ويعني وانها استطاعت الحد من انتشار فيروس كورونا. اما يعني ما وقع بايطاليا يعني وكذلك اسبانيا، ان الامور يعني خرجت عن السيطرة. لا نريد لايطاليا ولا اسبانيا ولا لاي دولة ان يعني ان تكثر هذه المآسي، لانها مآسي انسانية، ونحن كمغاربة يعني ويعني من يعني في هذه المنطقة، منطقة قلعة سراغنة، بني ملال، فقيه بن صالح، يعني خريبكة، هذه المنطقة وسط المغرب بما فيها مراكش، أن أغلب العائلات لها عائلات بإسبانيا أو بفرنسا أو بإيطاليا. لذلك يعني أن قلوبنا مع هؤلاء المهاجرين المغاربة ومع الإيطاليين وما أسدوه للمغاربة من خير ومن عرفان. أقول الاثنين 16 مارس 2020 يوم تاريخي بكل امتياز أمام هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة. يعني نجد هناك مقاطع فيديو مفبركة تبث يعني تبث حالة من الرعب والخوف لدى المواطنين المغاربة. يعني تم إلقاء القبض على سيدتين، الأولى بالجديدة عمرها شابة، عمرها 23 عاما، وكذلك مديرة جهوية لبنك بمراكش عمرها 44 عام، قامت ببث مقاطع مزيفة وتصدت لها الشرطة القضائية بنوع من الصرامة. يعني على المغاربة تجنب هذه الشائعات، على المغاربة تجنب هذه الشائعات ونشر هذه المقاطع، يعني وبث حالة من الرعب، بات من حالة من الرعب. يعني نفسيا على المستوى النفسي هذه ثقافة التهويل وثقافة الجشع. هذه المناظر التي نراها ديال المغاربة كيتسابقوا على الزيت وعلى دانون وعلى لا لا لا، عار من العيب والعار أن هذه الأسواق منتشرة في أسواق المملكة ونحن بخير وعلى خير. لماذا هذا التسابق المحموم والمجنون على المواد الغذائية؟ وكذلك وجه رسالة لتجار الأزمات، وجه رسالة لتجار الأزمات ومن يستغلون مآسي المغاربة، أن العدس كان دير 240 ولا دير 500، يعني زيادة في الأسعار وكذلك في الفواكه وفي الخضر، يعني وعلى يعني على السلطات التي تراقب الأسعار أن تكون حاسمة في هذا الموضوع. أي إنسان يجب يعني يفوت القياس ديال الأسعار المعقول بها والتي كنتعاملوا بها الجميع، أنه يجب وضع رقم أخضر للتبليغ عن تجار الأزمات. أنا أسميهم بتجار الأزمات ومآسي المغاربة، والذين يبحثون عن فرصة لبيع منتجاتهم ولغى عن الاغتناء السريع. ما كاينش هنا اغتناء السريع، كاين هنا فقط المواطنة الصادقة والعمل التطوعي وكذلك المبادرات الإيجابية التي تخلق الفرح
والنشوة لدى المغاربة وإخراجهم من هاجس الخوف وثقافة التهويل وثقافة الهلع. يعني كنشكر أي إنسان مغربي قام بشي فيديو يعني ينشر معلومات دقيقة أو يقدم معلومات علمية دقيقة بعيدا عن فيديوهات الرداءة وما إلى ذلك. اليوم زمن المعقول، زمن الذي يمكن أن نمسك عن الأشياء الحقيقية وعن المتابعات يعني الرصينة للصحفيين المغاربة. ثقافة التهويل والخوف، أقول ثقافة التهويل والخوف والهلع يجب أن تواجه من قبل المغاربة بثقافة الفرح، أن تواجه بثقافة الفرح. ما غاديش يقضي علينا كورونا، بوطنيتنا، بانسجامنا، بالعمل الجماعي، بالتتبع للمعلومات وللتعليمات الصارمة. ما فيها بأس إلى بقوا المغاربة في ديورهم وشدوا أولادهم وقرأوا عن بعد. هناك الآلاف من الفيديوهات في اليوتيوب لكل التخصصات، يعني تتفاوت نسبتها. وكان هناك القناة الرابعة وهناك العديد من القنوات الرابعة، يعني لن يقع أي شيء. ولكن أخطر ما في الأمر وهو النفسية ديال المواطن، نفسية الخوف، نفسية الخوف المصاحبة لهذا الفيروس وحرب الشائعات والتي يتغذى منها تجار الأزمات. لذلك على المغاربة أن ننشر مقاطع الفرح، أن نكون مبتسمين، نعم نضحكوا، أن نكون مبتسمين وأن نستمتع بالحياة من شرفاتنا ومن نوافذنا ومن خلال وسائل التواصل التي نتعامل معها، بعيدا عن الإرهاق النفسي لهذا المواطن المغربي يعني الذي يقع بين كماشة هذا النفسي وبين هؤلاء يعني هؤلاء التجار المزيفين الذين يستمتعون بهذه اللحظات من أجل بيع منتوجاتهم بثمن أعلى. نعم لثقافة الخير، نعم لثقافة التطوع، نعم لمقاطع الفرح، نعم لمقاطع الاستمتاع بالحياة، نعم لوسائل التواصل الاجتماعي التي تبث الحياة. نأتي على نهاية هذه الحلقة مع الضحك والنشاط، وكورونا ما غاديش تقضي علينا. وإلى لقاء متجدد بحول الله، أسعد الله أوقاتكم. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة المعرفية والثقافية، كل الشكر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.